السلام عليكم. طبعا اردت يصير فيديو واحد بس قطعت التسجيل لان ابو ستوته قاعد يصيح صوته كلش عالي. على العموم بس المايك مفتوح. افضل قيمه بالنسبه لنا على مود يصير تبادل غازي هو انه يكون الفنتليشن نفس قيمه البرفيوجن، يعني دم دا يجينا بقد ما دا يجينا هواء على مود يصير تبادل كامل. فتا ذكاء القيم هذا بسط وهذا مقام. الكيو تمثل البريفيوجن والفي تمثل الفنتليشن، فلازم هالقيمة تكون مقاربة لهالقيمة قد ما نقدر حتى يعني التبادل الغازي يكون اوبتيمال بالنسبة لنا. فهالقيمة لازم تكون 1 أو 0.8. ما دام 0.8 معناها المقام شوية يكون أكبر من البسط. فش اسمه يقول لك بالايبكس اللي هي القمة يعني مرات تكون اوفر فنتليتد وبالمقابل بها بها دم قليل، فلهذا البسط ممكن يكون اكبر من الواحد. ما دام المقام يكون كلش قليل والبسط همينه قليل بس مو نفس القلة مالته، فمعناها البسط راح يكون اكبر. ما دام البسط اكبر من المقام معناها القيمة تكون اكبر من الواحد. هاي شغلة رياضية هاي. فاحنا ديجينا فنتليشن هو مو كلش اوفر، احنا كل قلنا بكل الاحوال انه الفنتليشن والبيرفيوجن اثنينات قليلات، بس انه الدم قلنا اثقل بحيث ينزل كلش هواي اللي جوا، بالمقابل الهواء هم ينزل بس مو بهذيك الكثره، فالنتيجه عندنا راح يكون انه البسط اكبر. بالمقابل قلنا بالقاعده البيس راح تكون اوفر بيرفيوزد نسبه الى الفنتليشن، فعندنا هذا راح يكون اكبر بمقدار مرتين او 3 أو 4 مار، في المهم انه قيمته اكبر من الفنتليشن. الفنتليشن هم يكون اعلى، قلنا بكل احوال انه هو بالقمه اقل من القاعده، بس هو هو مو بنفس الثقل مال الدم. فالدم المقام راح تكون قيمته اكبر بهوايه من البسط. ما دام المقام اكبر معناها القيمه راح تنزل على الواحد، وبالتحديد راح تكون اقل من 0.8 اللي هي الاوبتيمال مالتنا. واخر سطرين هم تكرار نفس الحكي. هاي ناس اللي حكيت عني انه اثنيناتهم يقول لك لو، هاي بالايبكس يعني اثنيناتهم لو بس الفي اي اكبر من الكيو. هو ما ذاكر ليش، واني من يمين كنت استنتجت بس هو غالبا صح انه الدم اثقل. بالبيس القيمة تكون اقل لان اثنيناتهن عاليات بس ال VA اقل من ال Q معناها ال Q اكثر. اكو تأثيرات لسالفة ال Ventilation Perfusion يعني هاي النسبة، هاي التأثيرات ممكن تتراوح من الصفر الى انفينيتي. شنو الصفر شنو انفينيتي اصلا؟ احنا اذا نقول صفر على فتشي على مليون مثلا النتيجة تساوي صفر. احنا من قلنا البسط، البسط هو الفنتليشن، فاذا متى تجينا تهوية معناها البسط يكون صفر، فالقيمة مال ريش يعني ريش مالتهن تكون صفر. شنو انفينيتي؟ احنا اذا نقسم 1 على 0 ما عندنا ايش قيمة، فنقول تساوي لا نهائي. فشنو هو الصفر اللي موجود بالمقام؟ برفيوجن، معناها اذا عندنا انسداد بالشرايين بالكابيلاريز ما راح يصير عندنا تبادل غازي، يعني هو مقطوع البرفيوجن مقطوع مالتها، فبس عندنا هواء ودم ما عندنا. فهنا راح يحكي عليهن وحده وحده. قيمة الصفر مثلا مثل ما حكيت انه الفوق يكون صفر، بس هو يقول لك سببه انه اكو الفيولر بلوك، يعني صار لها بلوك للالفيولاس، لهذا ال شو اسمه هي هاي الحالة مالته بهاي الصورة. الالفيولايس راح يكون بيها اكو انسداد، خلينا نقول مثلا ميوكس متجمع او بكتيريا او شيء مهم سادتها، فهي اكو داخلها هواء مو ميتة ميتة، اكو داخلها هواء بس هذا الهواء يعني مدى يزيد ولا يقل الاكسجين مالته ولا دا يتغير الـ CO2 مالته، لهذا الهواء اللي راح يكون موجود داخل الالفيولاي اللي متبقي يعني راح يكون مساوي للهواء اللي موجود داخل الكابيلاريز. هاي الحالة نسميها شانت لايك. وينها؟
هذا يقول انه يكون توازن ويا البلاد اكسجين. البلاد اكسجين هو 40، لا دقيقة، اي 40، والسي او 2 يكون 45. انت المفروض هنا يجيك 104 يعني من الخارج، او هي هنا هذا طبيعي يعني المفروض يجيك 104 على مود تتبادل ويا الاكسجين اللي هو 40، يصير النتيجة عندك 95 تقريبا، مو 100، 95. و سي او 2 عندك بالخارج هو 40، وانت بالداخل عندك سي او 2 45، فراح اطلعه فالباقي عندك 40، هذا الطبيعي. بس اذا مدى يتغير مدى تتغير عندك هاي القيم، لان انت لازم يجيك هواء على مود يزيد الاكسجين يصير 104، اذا مدى تتغير هالقيم فراح يكون اكو تساوي بيناتهم. بدي اقول لك هاي الحاله معناها اكو بلاد فلو بس ماكو فنتيليشن. بالمقابل سالفة الانفينيتي معناها اكو فنتيليشن بس ماكو شو اسمه برفيوجن. الكابلاري صار بيها بلوك. فبدل ما يقول لك اكو يعني توازن يصير بين الفينس بلاد والهواء، هو اصلا ماكو دم، لهذا الهواء اللي موجود داخل الأذبيض أصلا راح يكون مساوي للهواء الخارجي. هو الهواء الخارجي أول ما يدخل، هاي إذا تمقارن فهد مرة ملزمة، الهواء الخارجي أول ما يدخل بمية وخمسين أكسجين، بعدين من يدخل للمجرى الهوائي يصير 104، وهذا يصير 40. فدا أقول لك إذا هاي أصلا مسدودة العفو ما دي وصل هدم، فالهواء راح يكون نفس الهواء الخارجي. هو كاتب 149 هنا مكتوب 150، القيمة ما لازمنا 149، بس بغير يعني مصادر اكو 150، لهذا اكو دائما هالخربطة. فالمهم انه الهواء اذا بحالة ما اكو دم اصلا راح يكون مساوي للخارجي 149 ثيناتن. هاي الحالة نسميها dead space، اما هاي الحالة نسميها shunt like. وهاي النورمال القيمة تكون 1 او 0.8، الهواء يتفوت من برا 150 يصير 104 اكسجين، وهذا زيد قيمته. هاي ليش ده زيد قيمته؟ هو من فات بالمجرى الهوائي جاينا اكسجين، اوكي او 2 بالرأي اكو مسافات يسموها dead spaces، هاي بيها هواء، فمن يختلط الهواء وياها راح تقل قيمة الاكسجين يصير 104، والسي او 2 هو اصلا موجود بيها، فراح ينخلطن سوا يصير عندك 104 ب 40. فصراحة هنا ما ادري ليش مدى ينخلطن، يعني ممكن مثلا يصير 104 على 40 ويثبتن بلا تبادل غازي، بس الظاهر انه هنا يعني ما راح ينخبطن بالديد سبيس، انه معتبرها هي هاي نفسها ديد سبيس، فما مخبوطة بشي، هي اصلا ما بيها اي هواء. اخر حالة هي النورمال، ما كنت قاعد نحكي عليها، بس قلنا انه الهواء اللي بيها يكون 104 او 40. فسال النتيجة صارت عندنا ثلاث حالات. اول حالة اذا القيمة صفر نسميها شانت لايك، الالبي لاي تكون مسدودة، فالهواء اللي داخلها ثابت مدى يتغير، ثابت مشابه منه مشابه للتركيز من الغازات داخل الشريان. الحالة الثانية هي النورمال إذا قيمة واحد، إذا قيمة واحد الهواء كلش طبيعي ما بي أي تعقلات، دي يجينا من الخارج 150 أكسجين ومدى يفوت النسياته، هو يفوت بنسبة قليلة بس هم يقولون صفر، ينخلط ويا الهواء اللي موجود بالديد سبيسز فراغات اللي موجودة برا، راح يتحول إلى 104 أكسجين على 40 سي او 2، راح يشوف هذني القيم اللي موجوده بالدم ويسوي وياها تبادل غازي، ال 104 راح تدخل بدال ال 40 هاي، وال 45 هاي راح تطلع بدال ال 40، ويتحول هذا الى 40 سي او 2، وهذا يصير 95. الحاله الثالثه نسميها ديد سبيس، يعني مكان مغلق بعد، القيمه والريشيو مال فنتيليشن برفيوجن تكون انفينيتي. انفينيتي قلنا لان المقام صفر فصارت انفينيتي، اما هنا البسط صفر، اذا صارت صفر معناها اصلا ما عندك دم، اذا بس عندك هواء، الهواء اللي دي يدخل هو نفسه مال خارج، ما ندري ليش بس هو منخبط ويا الديد سبيسز، فظل نفسه مال خارج 149 او 150 وسي او 2 ما متغير. تكرار فيسيولوجيكال شانت فيسيولوجيكال ديد سبيس. المهم يقول لك بالحاله الطبيعيه، طبعا هي هنا شرحت العفو بالباوربوينت شرحت شيء وهنا غير حشي، يعني هنا نورمال كاتبين، اما هي قالت لا، قالت الحاله النورمال انه
الايبكس تكون الريشة مالتها طبيعية، ما ادري ليش بس هنا بالكاتبة لا انه ما تكون طبيعي، يعني العفو ما تكون نفس الطبيعي اللي هو 1.08، لا تكون اعلى. ليش تكون اعلى؟ قلنا لان المقام كلش قليل والباست هم قليل بس مو قده، فمعناها الباست حيكون اكبر، فراح يكون 2.5 مرتين ونص اكبر. من الطبيعي، بس بالمقابل بالقاعده راح يكون 0.6 من الطبيعي، ونسميه شانت. هم تكرار والله لعبت نفسي بس ما ها. ممكن يصير بيها خلل بحالة التدخين، بحالة البرونكاي أوبستراكشن. أوبستراكشن يصير بيها عرقلة للمجرى الهوائي. العرقلة هي نفسها مثلا يعني اللي سدت هاي سدت الأفولاي. النتيجة حيكون عندنا يعني الصفر. شنو بعد؟ والإنفيزيما، الإنفيزيما قلنا هذا المرض اللي السير كومبلاينس بيه كلش عالية، بس بالمقابل الإلاستيستي قليلة. بالإنفيزيما هو ليش ذاكره هنا؟ لأن الفنتيليشن عندنا حيكون كلش عالي، فمعناها النورمال رينج مالتنا ما راح يكون واحد، لا حيكون أكبر من الواحد. هذا النورمال لأن تدي يفوت لك هواء كلش كبير، فالفنتيليشن عندك كلش عالي. شنو بعد؟ وأقول لك ممكن أكو أمراض تسوي أبستراكشن للبلاد فيسلز أو الألفولاي. هو هنا كاتب برونكاي أبستراكشن. هاي السدة يعني تكون بالمجرى الناقل للهواء اللي فوق الألفولاي، بس هاي الألفولاي وحدها منها ممكن تنسد، هذاك ممكن ينسد بميوكوس أو شيء. هنا أنا بعد كل واحد شغله. وين مناطق السدة يكررها؟ هنا انتبهوا إنه كل ما تصعد لي فوق كل ما تزيد الرايشيو، كل ما تنزل جوا تقل الرايشيو. نقل الأكسجين. قبل ما نبدي أكو معلومة هي موجودة من الملازم السابقة، إنه الذوبانية مال الأكسجين قليلة مقارنة بالسي أو تو. يعني هو أوكي غاز، الغازات كلها تذوب. طبعا بالمناسبة أنا لحد الآن ما أعرف شلون الغازات تذوب، بس المهم الأكسجين ذوبانيته كلش قليلة مقابلا للسي أو تو. فلهذا راح نحكي على الأكسجين. الأكسجين ينقل بشكل طبيعي أكثر مما ينقل بالشكل المذاب. بالمقابل السي أو تو لا، ممكن ينقل بشكل المذاب أكثر. فهسه من يجي يحكي يقول لك 97% من الأكسجين اللي داخل للرئة مالتك ينقل عن طريق الهيموغلوبين. أوكي، اللي هو وين موجود الهيموغلوبين؟ كرات الدم الحمراء. 3% بس من الأكسجين اللي دخل جسمك ينقل بالطريقة شو اسمه الذائبة. وين يذوب؟ يذوب بالبلازما، هو بالمي، المي اللي موجود بالبلازما وبالخلايا. فدا أقول لك تقريبا بالحالة الطبيعية كل الدم اللي موجود بجسمك دا ينقل عن طريق الاتش بي. الهيموغلوبين هو شنو؟ الهيموغلوبين مكون من جزئين، جلوبين هاي ماذا يسموها كعكلات الموجودة هنا، وهاي دائرة يسموها هيم. الهيم هي عبارة عن حلقة مال شو اسمه بورفرين يسموه يمكن اي بورفرين اي داخلها حديد. هذا الحديد هو هنا راح يجي الاكسجين هنا يقعد ويا هذا الحديد تقدر تنقله. فتعدك الهيموغلوبين مكون من 4 بوليبيبتايدز، هاي هنا 2 الفا وهنا بيتا اكو، فكل وحده من عندهم بيها بورفرين، كل بورفرين بيها حديد واحد، فمعناها كل بوليبيبتايد العفو كل بورفرين تستقبل اكسجينه واحده. اوكي، بعمليه نقل الاكسجين الشغل يكون بشكل اساسي على البورفرين بس، يعني الجلوبين هاي جزئيه الهيم العفو صار يساقل بورفرين، يعني حلقه هي بورفرين بس هاي جزئيه يسموها هيم. الشغل الاساسي يكون على جزئيه الهيم، بس جزئيه الجلوبين لا، ما لها علاقه بنقل الاكسجين. يعني هي اوكي موجوده ضمن التركيب بس ما تدخل بشكل اساسي ضمن النقل مالته، النقل يكون على جزئيه الهيم. بس هذا الحكي الموجود. الحديد اللي موجود بصيغه الفرس اللي هي زائد 2،
النقل قلنا اوكي كل اكسجين راح ترتبط ويا الهيم، بس هو الاكسجين O2 مولكيول، فالذرات ما تشقد معناها 8 ذرات، لان انت عندك يعني أربعة، واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا، اثنين كلهن O2 O2، ف 2 في 4 8 8 اتومز. ده اقول لك هاي طريقة النقل مال الاكسجين، مفيدة كلش، لدرجة انه اذا ماكو هيموغلوبين راح تتعرقل هالعملية. فده اقول لك اذا موجود الهيموغلوبين راح تزيد عملية النقل بمقدار 30 الى 100 مرة من النقل بالصيغة المذابة. هنا شو يقول لك؟ يقول لك الاكسجين يرتبط ويا الهيموغلوبين بشكل خلينا نقول خفيف، يعني مو هذاك محاضنة قوي، لا بس كان مش ايده، وبشكل معاكس. شلون يعني؟ يا اخي اسوي لك معادلة من يمي، انه خلينا نقول الضغط مال الاكسجين يتناسب خلينا نقول عكسيا قبل ما اشرح، انا حطيت معادله براسي بس نسيتها. اذا اكو اكسجين عالي الهيموغلوبين راح يفلته، اوكي، اللي هي بال العفو الاكسجين، اذا كميه الاكسجين اللي موجوده كلش عاليه الهيموغلوبين راح يجيك مشى وياخذها، بس اذا كميه الاكسجين اللي موجوده قليله الهيموغلوبين راح ينطي للمكان اكسجين. انا من حين سويت المعادله قلت البي او 2 يتناسب طرديا ويا الكمشه مال الهيموغلوبين، يعني كل ما هذا اعلى كل ما الكمشه تزيد، فلان الهيموغلوبين دائما ما يحب انه اكو هواي اكسجين بالمكان، فهو من يشوف اكو هواي اكسجين يبدي كمشه اكثر. اي بعد مثل ما قلت قبل شوية من شرحتها، قلت انه 150 اللي تفوت عن طريق الهواء راح تصير 104 من توصل للألفيولاس، بعدين يصير تبادل غازي، تبادل غازي هذا من يدخل الأكسجين للدم يبقى من عنده 95 بس. ف فدي لك تقريبا منها 95 يعني اغلبها تنقل عن طريق الهيموغلوبين، اما الباقي 3% من عندها لتنقل بطريقه ذائبه. فدي اقول لك اذا اكو هوايه ضغط، يعني ضغط زايد مال اوتو بالجسم راح تزيد النسبه مال الاكسجين المذاب، فاذا زادت راح يصير عندك تسمم من الاوتو. اوكي، شنو سبب هذا التسمم؟ سبب التسمم هو الفري راديكلز. احنا عندنا مركب كن شايفيته هواي قبل بالكيمياء، H2 O2 هذا سام. دشوفون هو شنو فرقه عن المي؟ فرقه عن المي O واحدة، هذا المي وهذا H2O. اكو بينات عملية تصير بحيث انه هذا يتحول الى مي ونخلص من عنده. فدي اقول لك اذا عندنا هواي اكسجين راح يتكون عندنا هواية من هذا اللي هو سام. ودي اقول لك احنا عندنا يعني عمليات معينة تحول هذا الى مي، بس من تزيد كل شوية نسبة الأكسجين راح تبدأ هالعمليات بعد ما تقدر توخر الكمية العالية مال الأكسجين. فهالكمية الكمية الفري راديكالز اللي بقت عندنا راح تصير سامة للخلية، فتبدي تحلل الخلية. وإحنا هم عندنا عمليات ممكن تمنع تحلل الخلية، بس همنا إذا زادت كل شوية الفري راديكالز ما راح نقدر نصلح الخلية، فالنتيجة حتموت الخلايا. سبب تكونه ده يقول لك بسبب ميتوكوندريال اوكسيدو ريدكتاز بروسيسز. هاي اللي سحكيت مع العملية انه نمنع التسمم مدري شنو. يقول لك اكثر جزء ممكن يتأثر هو البراين.
ستريس ريزلتنج ان نيجاتيف امباكت. البراين اذا ضرر هو ايش راح يضرب؟ راح يضرب الجهاز العصبي المركزي سنترال نيرفس سيستم. الوظائف مالته كلها راح تنضرب. هو اصلا جسمه كله عباره عن يعني شغل عصبي. فانت اذا انضرب ها هي بعد تسلم لي، راح يصير عندك يا اما سرع يا اما تموت. يقول لك هاي الحاله تصير عند الغواصين. هسه عندنا شيء اسمه اوكسجين هيموغلوبين ديسوسيشن كيرف. هاي شنو يعني؟ مختصر البسيط مالته، كل ما يزيد عندك اسقب شاي من حكيته انه الرياضيات مالتي اللي سويتها ام الكمشه، كل ما يزيد عندك الاكسجين كل ما تزيد الكمشات مال الهيموغلوبين لا اكثر ولا اقل. لحد ما اكو حد معين بعد شو اسمه بعد يقوم من اكو اكسجين الهيموغلوبين تشبع كله وبعد يقوم ما يكمش. فهذا الكيرف اللي يصير بين الهيموغلوبين من جهه من هنا وبين الاكسجين. فهناد تشوفون انه الاكسجين يزيد بهذا الاتجاه والهيموغلوبين بهذا الاتجاه التشبع مالته. فهنا خلينا نقول بدا يزيد الاكسجين دا يشبع، زاد الاكسجين يشبع، زاد الاكسجين يشبع هيك يضل. ف اذا تشوفون العمليه طرديه يعني كل ما يزيد التشبع العفو كل ما يزيد الاكسجين اكو تشبع بالموضوع. بس هو هنا هذا الكيرف اصلا اساسا ما يعني ما يمشي بهذا الاتجاه. لا هو يشرح لك انه كان عبالك هو نازل من جوا. يعني انت عندك الهواء يجيك من اللانج، هنا عندك تركيز كلش عالي للبي او 2 فراح يصير عندك تشبع عالي اللي هو تقريبا 97%. هنا تشوفون الخط انه على النهايه هاي هنا 97% تشبع من من الهيموغلوبين بالاكسجين. فهاي من عندك الاكسجين كلش عالي، بعدين شوي شوي انت تنقل الدم يبدا يقل عندك الاكسجين، فتشبع هم يبدا يقل. ليش يقل؟ لان كل ما يكون التشبع عالي معناها تكمش الاكسجين اقوى، بس اذا التشبع اقل معناها تفلت تطلع الخلايا. فكل ما يقل عندك الاو 2 انت تفلت اكثر، كل ما يقل الاو 2 تفلت اكثر وهيجي على مود وين ما توصل. يعني هسه هاي هنا يقول لك بالفينوس ريتان هنا بالخلايا، من الخلايا يوصل يعني الى حد انه بعد ها هي لازم افلت كل شيء. يعني بعد هو شي يسوي بيه الهيموغلوبين؟ ليش ديك مش الاكسجين؟ هو اصلا وظيفته انه ينقله من اللانج الى الخلايا. فهو اذا وصل للخلية ها هي بعد لازم كله يفلته. فهذا الحكي بدي اقول لك انه العلاقة بين منو منو يقول لك شكله بالعادة سيجمويد، وهذا الشيء بسبب الارتباط مع الاكسجين. بدي احكي لك على الارتباط، انه اذا ارتبطت جزيئة واحدة من الاكسجين هذا الشيء راح يحفز باقي الجزيئات انه ترتبط يعني يحفز الهيم الثلاثة الباقيات انه يرتبطن همينة لحد ما يشبع الاكسجين كامل بالO2. فدي اقول لك بالحالة الطبيعية باللونج يكون عندنا الضغط ايش قد قلنا 104، بعدين من يفوت للدم يصير 95. فدي اقول لك تقريبا 97% من كل الهيموغلوبين اللي بالجسم راح يكون مشبع بال شو اسمه بالاكسجين. فمن راح يكون هذا التشبع كلش عالي راح يكمش الاكسجين وراح نستفاد من عنده وبعدين نقدر نهدئ للانسجه. ورا ما الدم وصل للخلايا يعني وانطاهم وما ادري شنو قل مستوى الاكسجين اكيد. هو وصل 40، احنا قلنا 95 تروح للخلايا بعدين تصير 40، هاي الأربعين ترجع للمرة الأخرى حتى تتفلت. فهو من وصل 40 على حسب هذا الكيرف هنا وين هي الأربعين، هاي الأربعين وصلت للخمسة وسبعين تشبع، فمعناها الارتباطية مالته صارت أقل، فالهيموغلوبين يقدر يفلت الأكسجين أكثر. على مود بالنتيجة من يوصل للرئة مرة الأخرى يقدر يفلته بعد ما يظل متشلب بيه. يقول لك هاي الفلات أبر بورشن اللي هادي أحكي عليها، يعني هذا الخط العدل. يقول لك تفيدنا بانه حتى لو الاكسجين عندنا كلش قليل وصل مثلا 60 بكل الاحوال مثل يعني مرتفعات الاكسجين بها اقل، حتى لو الاكسجين قل هم راح يقدر الهيموغلوبين يوصل الاكسجين الى الخلايا. بس يقول لك اذا يعني هاي هنا يحكي انه
هيك او هيك الهيموغلوبين راح يوصل الاكسجين. بس بدي اقول لك اذا اكسجين عندك كلش عالي بعد هاي الكيرف هاي نهايته راح يضرب هنا بس هاي الاكسجين بعده يزيد بس الهيموغلوبين وصل الى حتى تشبع كافي بعد يعني ماكو بعد فوق المية. بدي اقول لك اذا زاد كلش هاي الاكسجين بعد يقوم يوصل. فبالنتيجه يعني انت اذا عندك اكسجين قليل الهيموغلوبين راح يرتبط بيه بكل الاحوال ارتباط قوي لحد ما يوصل للانسجه ويفلته. بس اذا عندك اكسجين كلش عالي راح يرتبط بيه الى حد معين ويفلته للخلايا. شو كده الحالات من زياده مثل شو اسمه يعني فوق المية انه اذا انت بنفسك يعني قاعد تسحب هواء كلش عالي فراح يصير عندك هايبر فنتيليشن يزيد الاكسجين. اذا حاطيك على جهاز مال الاكسجين فما عندك اكسجين عالي يصير. فلهذا ده يقول لك انه فكره انه انت تسحب هواي اكسجين ما لها هذيك الفايده ما لها هذيك التاثير على الاكسجين الموجود داخل الدم. يعني انت تجيب اكسجين تدخل كلش هواي للرئه بس الدم ده يقول لك اوكي انا عندي حد معين من الهيموغلوبين راح ترسل اكسجين واروح خلي الباقي لك لا اكثر ولا اقل. يقول لك هذا الحد اللي هنا اللي موجود تقريبا بين 10 و60 يعني هاي المنطقة اللي هنا كلها. دي يقول لك هاي كلها تشتغل بس على التشوز. بدي اقول لك بهاي المنطقة تحديدا يعني اذا الخلايا احتاجت اكسجين اكثر بالميتابوليزم مالتها ممكن يصير بها تغيير معين على مود نقدر نفلت اكسجين يا اما اكثر يا اما اقل. فهاي التغييرات راح يجي يحكي عليها. التغييرات هاي يا اما shifting to the right او shifting to the left. هاي السالفة اني مراتها مردا اصفن بيها سالفة انه تفليته وفرقها عن الاكسجين تركيزه نفسه. الكيرف من ديتش بيه هنا هذا الاكسجين هو اللي موجود داخل الدم بس. فانت داخل الدم كل احوال عندك كمية معينة من الهيموغلوبين ترتبط بهذا الاكسجين. فهي مرتبطة بيه اوكي بس هل تريد تفلته لو لا هاي بعد حسب احتياجك. يعني هو بكل احوال الاكسجين موجود بالدم يعني مستواه لا دا يصعد ولا مستواه دا ينزل من انت تفلته. بس انت من فلته يعني هذا هنا هو اثر على التشبع مال الهيموغلوبين. بس هل اثر على مستوى الاكسجين الموجود امام جسمك؟ لا. ممكن يوصل الى حد معين بعد انه تبدي تخلص الاكسجين الموجود بالجسم فهنا تبدي تزيد التنفس مالتك حتى تحصل اكسجين اكثر. مثل حالات يعني الرياضه انه اوكي تعدك اكسجين بجسمك التشبع مالتك راح يقل مثلا يعني راح نجي نحكي عليها. التشبع مالتك راح يقلل شو اسمه العفو الرياضه راح راح تقلل التشبع فالاكسجين يبدي يفلت اسرع على مود يوصل الخلايا. فمن يظل يفلت راح يزيد معدل التنفس مالتك على مود تفوت اكسجين اكثر. فانت من فوتت اكسجين اكثر ده ترجع تساوي المستوى مال الاكسجين بالدم. يعني انت بكل الاحوال ما يصير عندك خساره اذا خسارتها بالخلايا راح تزيد التنفس مالتك حتى تطبب اكسجين بس على مود تحافظ على مستوى الاكسجين طبيعي بالدم اللي هو 95 مثل ما قلنا. يعني كل احوال تساوي 95 مثلا خلينا نقول شفطت من اتي وصلت الى 10 راح تروح بالتنفس هاي ال10 راح ترجعها 95 كل احوال. مو ان شاء الله شويه يعني بيها خربطه كبيره يعني لا بالوورد مشروحه عدل ولا بال شو اسمه باوربوينت. على العموم الشيفتنج تو ذا رايت شو بتصير؟ شيفتنج تو ذا رايت يعني هنا خلينا نقول بحاله ال40 هذا الطبيعي مالته هذا التشبع خلينا نقول هيك شيء 78 75 يابا خلينا نقول تشبع مالته 75 معناها الاكسجين مرتبط بالهيموغلوبين الى حد معين. زين خلينا نقول تحتاجيت اكسجين لا تريد يعني الخلايا محتاجه اكسجين حاليا فلازم تفلتها على السريع. فنفس هاي ال40 راح يصير بيها شيفتنج تو ذا رايت ها ساتوريشن صار 60 تشبع صار 60. من صار تشبع قليل معناها يفلت اسرع
اوكي خلينا نقول انت ما محتاج اكسجين، فهم نفس الشيء، عندك قيمه معينه للاكسجين بدمك بس التشبع راح يزيد، وصل لهنا خلينا نقول يابا 85، معناها ما راح يفلت لان انت ما تريد تخسر اكسجين، هاي الفكره. فش معناها هيك، معناها اذا تشبع اذا يعني على اليمين شو اسمه دي يقلل التشبع وتزيد الانفلاتيه مالته، معناها ايش وقت تصير يعني بحالات الرياضه انت شو تحتاج اكسجين، رياضه عندك مرض هيك شيء. فلهذا اقول لك مثلا بحاله زياده الحموضه مين تزيد، انت اذا مثلا شغلت العضلات مالتك مثل ما تتذكرون الان التحلل السكري راح يكون لنا لاكتيت اللي هو حامض، فاللاكتيت بي اتش اوكي، اذا فيعني اذا زادت الحموضه راح تاثر وتسوي لي شيفتنج تو ذا رايت. زين بعد هاي حموضه الدم هي 0.4، فاذا قلت عن 0.4 اقول لك مثلا اذا وصلت 7.2 7.4 لا فيها صفر، اذا صارت 7.2 راح يصير عندنا شيفتنج تو ذا رايت. بعد اذا زادت عندنا مستوى سي او 2، انت من شو اسمه هم من تشتغل العضلات ايش جد تكون لك مخلفات مال التحلل السكري H2O CO2. زين CO2 اذا زاد يسوي لك شيفتنج تو ذا رايت حتى يفلت اكسجين وتعوض. بعد اذا زادت درجه الحراره انت بالحركه مالتك ده تزيد حركه العضله فمن يصير بيها شيفتنج تو ذا رايت، يعني ايش يتطلب مجهود سواء جهد يعني ارادي او غير ارادي بحاله المرض، هذا الشيء راح يسوي لك شيفتنج تو ذا رايت لان تحتاج اكسجين. رابع شغله ممكن تسوي لنا شيفتنج تو ذا رايت هو زياده مستوى هذا 2-3 دي بي جي. هذا شنو هو؟ نرجع واحدة من الملازم العام، تحلل السكري اللي موجود داخل الار بي سي اكو حاله خاصه كانت بدل ما هذا الواحد 3 باي فوسفوغليسرايت يتحول الى 3 فوسفوغليسرايت راح يدخل مسار هيتشي بالعكس. هذا المسار ايش راح يصير بيه؟ يجينا ميوتيز يحوله الى 2-3 باي فوسفوغليسرايت. كان هذا المركب شو يقولون عليه؟ مركب يقلل الافينيتي مال هيموغلوبين للاكسجين. يعني شنو؟ يعني من عندك زياده بهذا المركب الهيموغلوبين ما راح يحب انه يرتبط بالاكسجين، لهذا ما دام زي اذا هذا زاد معناها شنو؟ معناها الافينيتي قلت، اذا قلت الافينيتي معناها قل الساتوريشن اللي هو التشبع، ما دام قل التشبع زادت الفلتات. اوكي فهذا مركب فايت انه بس يقلل التشبع اللي هو يعني دي يقلل الافينيتي همينه وهيك شيء. فبالعكس من اذا قل هذا المركب راح تزيد الافينيتي يزيد التشبع يصير عندنا شيفتنج تو ذا ليفت وحده عكس اللخ. هسه انا خلصتها مال ليفت قلنا اذا بحاله هذا قل هيك شيء، اذا قل درجه الحراره هم نفس الفكره، يعني حرفيا كلها بالعكس، اذا ليفت اكو قله اذا رايت اكو زياده، بس انا بدي اشرح لكم ليش اكو زياده وقله. اذا اكو عندك قله بالسي او 2 معناها شنو؟ معناها ما محتاج هواي اكسجين، لان انت اذا دخلت اكسجين راح تنتج سي او 2، فانت اصلا عندك قله بي معناها كافي لا تدخل لنا هواي سي او 2. اذا درجه الحراره قليله معناها انت ما عندك جهد عضلي اذا ما تحتاج هواي او 2. اذا عندك قله بالحامضيه، انا هنا يمكن خربطت قلت قله زياده بالحامضيه هي بس قله بالبي اتش، اما هنا قله بالحامضيه بس زياده بالبي اتش، لان البي اتش هو كل ما يزيد يصير قاعدي بس شو اسمه بس الحامضيه تقل. ما دام قلت معناها يعني اكو سوالف يعني تصير بحالات الرايستينج مدى تزيد الحامضيه، يعني احنا قلنا اللاكتيت هو حامض، فخلينا نقول انفرز لاكتيت احنا الدم مالتنا قاعدي راح يحوله الى حامضي اكثر، فانت اذا رايستينج ما تسوي اي جهد الدم مالتك دي يصير قاعدي اكثر، فمن يصير قاعدي اتفقنا كالعاده من يصير قاعدي معناها ما شو اسمه ما محتاج اكسجين فيصير له شيفتنج تو ذا ليفت. ها هي الفيتال هيموغلوبين، هذا الفيتال هيموغلوبين ما يرتبط ويا 2-3 دي بي جي مثل ما يرتبط ال HBA مالتنا العادي. احنا ايش قلنا هذا شيء يسوي؟ قلنا من يروح على الهيموغلوبين هو اصلا شلون يشتغل؟ هو يرتبط بالهيموغلوبين مالتنا
ويغير شكله. هسه قبل شوي مو اخذنا شكله هاي ها مثلا يعني الاكسجين مو يجي قد هنا فيجي هو الدي بي جي يحول شكلها يسويها مثلا خلينا نقول مربع. المربع هاي ما تستلم الاكسجين مثل ما يستلمها الدائري فيقلل الافينيتي مال هيموغلوبين للاكسجين. فشنو دي يقول لك ال اتش بي اف اصلا ما يحب يرتبط يعني ولا يرتبط قوي بهذا المركب, لهذا ما راح يسوي له تغييرات شكليه مثل ما يسوي لل اتش بي اي. فاذا ما سوى له تغييرات شكليه هوايه معناها الهيموغلوبين فيتال عنده افينيتي عاليه اللي هي ساتوريشن عالي للاكسجين, فمعناها ما يهد الاكسجين بسهوله. ما دام الاكسجين عنده مدى ينهد بسهوله معناها عندنا شيفتنج تو ذا ليفت. خوش. وبالمناسبه هاي سالفه الشيفتنج هي الدكتوره كانت تقول اذا ليفت لانج اذا رايت لا كابيلاريز. انا هاي طريقه حفظ, انا ما احب الحفظ بس يعني عموما انت باللانج دي يصير عندك باللانج عندك زياده بالاكسجين فاكيد تريد تكمشها. مثل ما قلنا الهيموغلوبين ما يحب اكو زياده بالاكسجين, فمن يشوفك زياده يكمشه ومن يشوفك قله يهدها. فهو انت عندك باللانج هواي اكسجين هسه وجايك من الهواء, فشي طبيعي انه الهيموغلوبين راح يكمشه. زين احنا قلنا من يكمش معناها عندنا تشبع عالي, التشبع العالي معناها شنو؟ معناها شو اسمه شيفتنج تو ذا ليفت. بالمقابل بالكابيلاريز يعني بالانسجه العفو تيشوز الاكسجين عندنا قليل, فالهيموغلوبين ما يحب الاكسجين فيهده. من يهده معناها قل التشبع, لهذا شو اسمه بالكابيلاريز يكون على الرايت باللانج يكون على الليفت. ها هي باتشينو ها يقول لك الدي بي جي بشكل طبيعي من موجود بالجسم يخلي الكيرف دائما شويه تو ذا رايت, لانه قلنا يقلل الافينيتي معناها يقلل الساتوريشن فيخلي الاكسجين ينفلت. فهو ما دام موجود دائما بالدم فتكون فايته انه يخلي الكيرف دائما على جهه اليمين اكثر من اليسار. بالهايبوكسيه معناها ما عندك اكسجين كافي, فالدي بي جي يقوم ينفرز بشكل عالي على مود شنو؟ على مود الهيموغلوبين. اول ما يستلم الاكسجين من الرئه ويوديه للخلايا قبل يفلته ما يضل كامشه, هاي فائده الدي بي جي. فدي اقول لك بعد ساعات راح يزيد الدي بي جي, وهو مثل ما قلنا من يرتبط يسوي تغييرات شكليه يخرب شكله للهيموغلوبين, هذا الشيء يخليه شو اسمه يسوي شيفتنج للرايت اكثر. البور افكت هو تقريبا يعادل الحكي اللي فوق بس ما ادري ايش يعني فاصلي, انه ها الارتباطيه مال الاكسجين تتناسب عكسيا ويا تركيز الحموضه تركيز السي او 2 اثنيناتهم. قبل شيء استنى حكينا انه هاي هنا وهنا انه اذا حموضه عاليه معناها عندك التشبع قليل, واذا عندك سي او 2 عالي معناها تشبع قليل. فحرفين يعني حكي معاد. يقول لك باللانج هسه قبل شوي من حكيت انه اوكسجينيشن دي يصير عندنا, فدي يصير عندنا ليفت شيفت معناها دي يصير ساتوريشن عالي, وبالخلايا بالتشوز يصير عندنا رايت شيفت لان اكو ريليزنج. الدم من يوصل للرئه هو بي سي او 2, فهذا السي او 2 اوكي عادي راح يعبر. كذلك الدم راح يكون بيه حموضه. حموضه يعني شنو عندنا؟ يعني عندنا هواي ايونات مال اتش. ايونات الاتش تتفاعل ويا هذا المركب اللي هو البايكربونيت راح يكون لنا حامض اسمه كربونيك اسيد. هذا كربونيك اسيد ممكن يتفكك الى سي او 2, فاحنا من عندنا حموضه عاليه يعني نريد نسوي لها بافر ونتخلص من عندها نحولها الى كربونيك اسيد. اوكي هو بعد حامض ها ليش حامض؟ مو هذا الحامض يتفكك الى مي وسي او 2, فالسي او 2 نقدر نطرده من الرئه, هاي الفكره مالته, والدم يبقى بالجسم عادي. فعن هاي يعني عن طريق هاي المعادله نقدر نخلص من الاتش. فهو اقول لك اذا عندك شو اسمه يعني هاي العمليه مال التنفس تقلل من كونستريشن مال الاتش عن طريق هاي المعادله. فدي اقول لك القله مال سي او 2 والاتش
تسوي لنا شيفتنج تو ذا ليفت، معناها تزيد الساتوريشن اللي احنا قلنا يعني العلاقه بيناتهم عكسيه. لهذا دي اقول لك هو الارتباطيه راح تزيد هذا الشيء راح يخلينا ننقل اكسجين اكثر الى الانسجه. من الاكسجين يوصل الى الانسجه راح يصير العكس، اوكي CO2 راح يطلع من الانسجه للدم، فيصير عندك زياده بال CO2 مال الدم. ما دام صار عندنا زياده العمليه عكسيه، معناها راح يقل التشبع. من قل التشبع الاكسجين راح يتفلت، اوكي ينفلت من الاتش بي ويوصل للتشوز. وبالنسبه للاكسرسايز حكيته هواي، انا ماك داي اصلا دايده بالاكسرسايز يطلع لك هواي CO2، يزيد عندك الاتش وال حرارة تزيد مرتين إلى ثلاثة سيريزي. دك دي بي جي من تزيد صناعته دقيقة to the right هو على مود يتفلت أكثر between. هاي يقول لك يعني الانفلاتية مع الأكسجين تكون على هذا النية، يعني خلال 15 إلى 40 يتفلت أسرع. أنت عندك بالطبيعي مثلا خلينا نقول التشبع مالته أو هو موجود هنا، هاي التشبع بالطبيعي 75، فأنت بالإكسرسايز خلينا نقول التشبع يوصل 60 يعني، وبال 15 من حد هنا مثلا خلينا نقول يوصل هو بالطبيعي لهنا، فبالإكسرسايز يوصل لهنا. في شنو بعد؟ يقول لك بالدم الشخص الطبيعي تقريبا عندنا 15 جرام على مليلتر، مليلتر من الدم هو كاتبين هنا اتش بي، بس هي مليلتر من الدم عندك 15 جرام. فيقول لك كل جرام واحد من الاتش بي يقدر ينقل تقريبا 1.34 مليلتر من الاكسجين. فانت اذا تضربهن كل جرام ينقل لك هالقد، معناها كل 15 جرام ايش قد، فتضربهن 15 في هذا هاي القيمه يطلع لك 20 مليلتر. بدي اقول لك تقريبا في 100 مليلتر من الدم اكو 20 مليلتر او 2، اوكي هاي بلاد، هاي ال 20 مليلتر منو دا ينقلها؟ دا ينقلها الاتش بي، اوكي. فابكتها الدكتوره قامت تسولف على سالفه الدم الكامل، اذا تريدون تحسبون انه يعني ايش قد قيمه الاكسجين اللي موجوده بالدم فضربون هاي في 10، اوكي احنا عندنا 5 لتر دم، فضربون هاي في 10 بالمقابل هاي هم تنضرب في 10 صارت 200، بعدين تضربوها في 5 يصير 5000، وهاي في 5 تصير 1000، اوكي هاي 5000 مليلتر، فايش قد باللتر؟ 5. هاي 1000 مليلتر، ايش قد باللتر؟ 1. فمعناها عندك 1 لتر من الاكسجين مقابل كل 5 لتر. هاي اوف يا بالي تعبت بعد شنو. بالحالة الطبيعية يقول لك اكو 4 ملي لتر من السي او 2 في 100 لتر من الدم. احنا استونا قلنا انه 20 لتر في 100 هاي اكسجين، فده يقول لك السي او 2 لا 4 ملي لتر من 100 بس موجودة بال شو اسمه بالدم، ده تنقل منين؟ ده تنقل من الانسجة الى الرئة. اول ما بديت احكي على الاكسجين قلت انه هو يذوب اكثر من السي او 2، فلهذا راح ينقل بشكل غازي اكثر مما ينقل بشكل ذائب. 97% من عندك قلنا ينقل بشكل غازي عن طريق الاتش بي، اما 3% من عنده بس بشكل ذائب. فهنا السي او 2 الاذابه مالته اكثر، فلهذا راح ينقل بشكل ذائب بنسبه 7%، واللي هنا هم لا تقدرون تحسبوها انه بشكل مذاب، لا مو هاي مال بايكربونيت هم تقدرون تحسبوها بشكل مذاب نوعا ما. المهم نجيها واحدة واحدة، 7% بشكل مذاب في البلازما في الماء مال البلازما بلا صح، 23% من عندها تنقل عن طريق مكونات يعني كربونية. شنو انه هذني؟ اما الهيموغلوبين هو نفسه ينقل الاكسجين، راح ينقل ينقل ثاني اكسيد الكربون همينه، كذلك ينقل ويا غير بلازما بروتينز يعني
هاي تقدرون تحذفوها حرفيا ما لها داعي وما ذاكرين عليها اي شيء. المهم عندنا انه 7% بشكل ذائب، 23% ينقل عن طريق الهيموغلوبين. يصير عندنا هذا المركب HBCO2 زين، بعد ايش قد 23 زائد 7 30 زين، بعد 70 عندنا 70 هاي تنقل بشكل بايكربونيت ايونز. احنا قبل شوي هاي بنحكينا بيها من سالفة التفكك وما ادري شنو، قلنا H ويا HCO3 تفكك عكسي يعطينا كربونيك اسيد H2CO3، وبعدين هذا ممكن يتفكك وينطينا H2O و CO2. فعندك CO2 من تستلم من يعني يدخل الدم يجي من الأنسجة يتفاعل ويا مي يتحول إلى كربونيك أسيد، وبعدين كربونيك أسيد يتفكك إلى HCO3. لهذا دا يقول لك غالبية CO3 بالجسم ينقلب هالشكل هاي. فلهذا من أسباب زيادة الحموضة بالجسم هي CO2 أصلا، يعني أنت من تشتغل عضلاتك وما أدري شنو تتحرر هواي CO2، بس هذا CO2 دينقل يعني بشكل بايكربونيت، وهذا البايكربونيت قبل ما يعني من شان كربونيك أسيد يتفكك انطانا H. أوكي، فهي ال H هي هاي زيادة الحموضية، فحاولوا تربطون بين هاي الملزمة وهاي القبلها، هي هاي الفكرة مال الحموضية. على العموم هسه قلناها بشكل عام وحده وحده، بعد هنا هو ما حاكينا عليهن، ما حاكينا على عفواد ديزولفد، بس الثانيه حاكينا عليها انه CO2 راح يتفاعل ويا الامين راديكلز الفري امينو اسيدز. شو اسمه قبل شوي الاكسجين ايش قلنا عليه، هاي هنا قلنا الاكسجين يتفاعل بس ويا الهيم جروب ما يتفاعل ويا الجلوبين، فعندك CO2 لا يجي يقعد هنا يشوف فري امينو جروبس يقعدوا إياها، هذا الفرق. فدي يقول لك هنا إنه الجلوبين ما يقدر يتفاعل ويا الأكسجين، بس يقدر يرتبط ويا CO2 وكذلك يرتبط ويا الH ions على ما نقولها. دي يقول لك هذا التفاعل يخلي CO2 يتحرر بسهولة إلى الأذبيلاس. يقول لك الأذبيلاس الضغط اللي موجود داخلها أقل من الأنسجة. إحنا يجينا شو اسمه 45 بالدم ضغط 45 CO2، يجينا الأذبيلاس بها 40، فالضغط هذا يطلع للأذبيلاس ويقل عندنا CO2 بالدم. بالنسبة للبايكربونيت CO2 من يتفاعل ويا المي على مود ينطينا كربونيك أسيد، يعني هاي أول ما يطلع من الخلايا، هاي العملية تكون داخل الـ RBC وبالدم نفسه. داخل الدم تكون كلش بطيئة، بس داخل الـ RBC عندنا مركب اسمه كربونيك أنهيدريز، شنو هاي التغيير أنهيدريز، أوكي أنهيدريز أي. هذا المركب موجود بس داخل الـ RBC، وهذا المركب يسرع العملية هاي 5000 مرة، يسرع عملية التفاعل يعني بين CO2 وبين H2O باو بالكربونيك أنهيدريز، يصير كلش فاست فيصير عندنا هذا، بعدين ما صار عندنا هذا راح يتفكك إلى هذولي، هاي كلها دي يطلع من الأنسجة، يعني من تفكك الـ HCO3 راح يطلع من الخلية الدم الحمراء، بداهله يفوت كلورايد لان اثنيناتهم سوالب، هذا سالب وهاي سالبه، فيجي يفوت عادي. اما بالدم نفسه لا، العمليه بطيئه سلو، بس لما يتكون عندنا بايكربونيت، اما البايكربونيت ممكن ينقل. هاي العمليه نسميها كلورايد شيف، مال انه نطلع CO3 ونطبب ونطبب كلورايد، والH اللي يظل يعني اللي جاء من هاي العمليه ما تفكك ما ادري شنو، هذا الH ممكن يسوي له بفر. من اللي يسوي له بفر؟ الهيموغلوبين نفسه. الهيموغلوبين هو بروتين، واحنا عندنا اي بروتين بالجسم ممكن يسوي لنا بفر يقلل نسبه الحموضيه بالدم، فهو الH يعني يتقلل عن طريق الهيموغلوبين. هاي الهيموغلوبين ينطينا شو اسمه، ها بالمناسبه الهيموغلوبين اللي عندنا بالبدايه يتفكك ينطينا الاكسجين، الاكسجين هذا بعدين راح ينقل هو للخلايا، ف
فيظل عندنا هيموغلوبين واحدة، الهيموغلوبين جزئية من عنده هنا لترتبط ويا ال CO2، وكذلك جزئية من عنده ترتبط ويا الH. هاي سبب بداية الحكي من كان ديه شيء وين هاي هنا ويا الH أيونز. هو من ارتبط بالH أيونز هو سواء بفر قل الحامضية، هاي الفكرة. فهاي كله ده يصير بالتيشو كابيلاريز، بس هذا الحكي نفسه اللي حكيته هسه، حكي كله نفسه. بالمقابل باللونج، باللونج راح يبدي الHCO3 اللي موجود بالدم يدخل داخل الار بي سي والكلورايد يطلع. من دخل ليش دخل اصلا؟ ده يدخل حتى شو اسمه يعني يستفاد من هذا الانزيم اللي موجود، لان هو اوكي هاي عندنا هسه HCO3 موجود بالدم بس عمليه بطيئه على على ما يكون الCO2. فاكو جزء من الدهن اللي هو كلش هوايه راح يدخل عن طريق الكلورايد شيفت، يدخل للداخل والكلورايد يطلع. من دخل يسوي لنا H2CO2 اللي هو الكربونيك اسيد اللي راح يتفاعل ويا الكربونيك انهيدريز ويعطينا CO2. الCO2 من يتكون راح يكون موجود داخل الخليه بس راح يطلع ينطرد ويعبر الرائحه منه. واحنا عندنا اصلا هيموغلوبين قلنا 23% مرتبط بهيموغلوبين بالCO2، هذا هم راح يطلعه. وعندنا O2 هسته وجاي من الجسم ال شو اسمه الهيموغلوبين مو هستوى كان مرتبط ب H ايونز قلنا على مود البفرنج. هاي ال H ايونز بعدين يعني راح تشرد، راح يظل الهيموغلوبين واحدة يجي يقعد بدال ال O2. اوكي ال H ايونز هاي اللي طردناها وين راحت؟ البايكربونات هستوى هو اللي جبناها راح يرتبط بها لما تطلع لنا الكربونيك اسيد. يعني عملية كلش متناسقة حلوة. الهالدن افكت، هالدن افكت باختصار ده يقول لك انه ترى اذا الهيموغلوبين بي اكسجين هذا ما يحب السي او 2، بس اذا الهيموغلوبين ما بي اكسجين يحب السي او 2. هذا مختصر هذا التعريف. يعني ده يقول لك الهيموغلوبين اللي محرر اكسجين اللي هو يعني دي اكسجينيتد يرتبط بشكل اسهل بالكربون كربون دايوكسيد اللي هو سي او 2 يعني من الاكسجين اللي بيه العفو من الهيموغلوبين اللي بيه اكسجين. الهيموغلوبين اللي بيه اكسجين يقول لك عنده ريدوست كاباسيتي فور بايندينج وذ كربون دايوكسيد، يعني ما عنده القدره انه يرتبط به. هذا هالدن افكت. فانت عندكم هناك صار عندكم البور افكت، يقول لك اذا سي او 2 لا هو يقول بشكل اساسي دي يحكي على الاكسجين، ده يقول لك علاقه الاكسجين التشبع مال الهيموغلوبين بالاكسجين عكسيه ويا CO2 والH. اما هنا يعني كانه هم نفس الفكره، ده يقول لك انه CO2 اذا الاكسجين اذا العفو الهيموغلوبين متشبع بالاكسجين فCO2 ما راح يقدر يرتبط الا يشوفه ما متشبع يلا يجي قد بداله. فده يقول لك انه الهالدن افكت نستفاد من عنده انه بالرئه راح يتحرر هواي CO2. ليش؟ لان احنا ده نقول انه اذا اكو هيموغلوبين مرتبط باكسجين CO2 ما راح يرتبط بنفس هذا الهيموغلوبين. فاحنا عندنا بالرئه هواي اكسجين، الهيموغلوبين راح يروح يرتبط ويا الاكسجين فراح يصير عندنا تشبع هواي. اذا صار عندنا هواي تشبع الكربون راح يظل صافون فلهذا راح يتحرر. بالمقابل بالانسجه ده يصير العكس، الهيموغلوبين هسه هو حرر الاكسجين فصار عندنا قله بالاكسجين. الهيموغلوبين يجي CO2 يشوف الهيموغلوبين فارغ يروح يشلبي. هاي الفكره. هذا الحكي هم نفس الحكي اللي حكيته بالضبط، بس انه اكو هنا شغله ضعيفه انه الاكسجين من يرتبط ويا الهيموغلوبين راح يكون حامضي اوكي سترونج اسيد. فهاي الاسيديتي راح تخلي القابليه مال الارتباط مال الكربون دايوكسيد ويا الهيموغلوبين قليله. يعني احنا قلنا بقى مو هسه شنو هذا هيموغلوبين اوكي بي هيم، احنا قلنا الهيم هو اللي يرتبط بالاكسجين بس الجلوبين ما يرتبط بشيء، يرتبط بشغله واحده اللي هي السي او 2. فده يقول لك اذا هنا موجود اكسجين شنو اللي يمنع الكربون دايوكسيد من انه يرتبط؟ اللي ده يمنعه هي الحامضيه اوكي، انه هو حامض فما ده يرتبط، ما راح نقدر نكون هذا المركب يعني، ولا راح نقدر يعني نكون مركب هيك من يمي اسمه كاربامينو اوكسي هيموغلوبين، ماكو هيك مركب. هي هاي الفكره. الحامضيه هاي العاليه مال الهيموغلوبين اي شيء بيه حامضيه معناها اكو اتش،
فراح تتحرر هواي هيدروجين ايونز. هاي الهيدروجين ايونز تتحد ويا البايكربونات على مود تكون لنا كربونيك اسيد. كربونيك اسيد يتحلل الى مي و كربون داي اوكسايد اللي هو سي او 2 اللي هو راح يتحلل يتحرر عفوا من الدم الى الالفيولاس اللي هو باللنج ويطلع برا. هسه بعد تقريبا خلصنا راح اضل بس كلينيكال. الهايبوكسيا هي قله بال يعني بالاكسجينيشن بس هاي القله ممكن تكون من الهواء نفسه قليله يفوت لنا. ممكن عندنا دم قليل ما نقدر ننقل. ممكن عندنا اوكي نقلناه يعني الدم واصل لنا للرئه زين بس الدم ما يوصل عدل للانسجه. ممكن وصل يعني كلها حاله طبيعيه بس الخليه نفسها بها مشكله. فهي وحده وحده الهايبوكسيك هايبوكسيا هواء ما يجيك بشكل كافي لا اكثر ولا اقل. مثل هاي التيتيود اماكن عاليه ما بيها هواء اكسجين. نيمونيا مرض ما يخلي يعني دم العفو هواء يوصلك بشكل كافي. انديكويت فنتيليشن ما يوصلك هواء بشكل كافي. دراونينج يعني تشرط ماء اكيد ما عندك هواء. الانيميك انيميا هي شنو؟ قله بكريات الدم الحمر معناها شنو؟ ما عندك هواي هيموغلوبين. اوكي اذا ما عندك هواي هيموغلوبين ما راح تقدر تشيل هواي اكسجين فراح يصير عندك هايبوكسيا. اسكيميك هايبوكسيا او ستاجننت ما اعرف شنو معناها هاي بس الاسكيميك يعني هو موت الخلايا. انت اوكي يا بالكابيلاريز ما عندك انيميك يعني هيموغلوبين كافي وما عندك هايبوكسيك الهواء ده يوصلك بشكل كافي. استلمت الاكسجين انت اخذته بالدم من وصلت للأنسجة ولقيت انه مثلا فد الشريان مسدود يعني مثلا الشريان التاجي مسدود فما راح تقدر توصل له اكسجين فهي يسموها اسكيميك هايبوكسيا. الهيستوتوكسيك هايبوكسيا من اسمها هيستو معناها الهلاقة بنسيج توكسيك سامة. هاي بكل بساطة يا شباب انت كل شيء عندك طبيعي تهوية طبيعية الدم واصل للرئة بشكل طبيعي الدم وصل للنسيج بشكل طبيعي من اجى الاكسجين فات للخلية الخلية بها شيء مضروب بحيث ما تقدر تستفاد من الاكسجين فهم صار عندنا خلل بالاكسجينيشن. يعني احنا الواحد من نقول عنده هايبوكسيا مو الا يعني معناها ما يستلمها ولا جزء كل شيء عنده طبيعي بس هو اخر شيء ما يستفاد من الاكسجين. فهاي الحالة يقول لك بها توكسيك ايجنت هو ده يضرب في شيء معين اللي هو بالحالة انزيم اسمه سيتوكروم اوكسيديز. هذا انزيم يدخل ضمن سلسلة نقل الالكترونات اللي احنا ماخذيها الان. الجلايكولايسيز وراها يصير عندنا دورة كريبس ورا دورة كريبس يطلع لنا اي تي بي وهاي كلش هواية العفو عشان هذا الناد ناد اتش عشان يطلع لنا هواية. هذا الناد اتش يريد نحوله الى اي تي بي شلون سلسلة نقل الالكترونات. فسلسلة نقل الالكترونات تتطلب وجود الاكسجين هو لهذا اصلا نفوت اكسجين للخلايا حتى نوديه لسلسلة نقل الالكترونات. اوكي فهذا الانزيم سيتوكروم اوكسيديز من ضمن الانزيمات اللي تنقل الالكترونات للاكسجين اوكي على مود تطلع لنا اي تي بي. فالتوكسيك ايجنت مثل سيانايد راح يضرب هذا الانزيم ويسوي له بلوك فالخليه ما راح تقدر تستفاد من الاوتو. الطرق التعويضيه للهايبوكسيا انه تزيد الفنتيليشن مالتك تزيد الهواء اللي يجيك يعني مثلا هي اول نوعيه اللي قلنا هايبوكسيك ايوه هواء ما يوصلك فانت تزيد الهواء اللي جايك. الطريقه الثانيه علاج للانيميك يصير عندك بوليسايثيميا يعني انت مدى يعني ما يوصلك دم للرئة فانت تقوم تصنع دم على مود توفر الحاجة. فلهذا يقول لك يزيد عندك الإريثروبيوتين هرمون اللي هو منو يفرز الكدني كان والليفر مستوى قليل فبالنتيجة حيصير عندك بوليسايثيميا. اوكي ممكن انت الدم عندك بكل مكان طبيعي بس بالرئة ما يوصل فعندك انيميك هايبوكسيا فجسمك يقوم يصنع كريات دم حمر لكل الجسم يعني ما يوديها بس للرئة لهذا حصل عندك بوليسايثيميا يعني احتمال الانيميا عندك بس بالرئة مو كل الجسم على العموم. كذلك ممكن نعوض بأن نصنع
دي بي جي مالتنا. ليش؟ لان هذا يزيد الانفينيتي، العفو يقلل الانفينيتي فيزيد الفلتة مال الاكسجين، فراح يسوي لنا رايت شيفتنج. شو اسمه يعني، هاي اخر ميكانيكيه ممكن نقول يعني مفيده لهاي للاسكيميك، ما اعرف. على العموم الهايبر كابنية اللي هي زيادة مستوى CO2 بالدم أو بالسائل ما بين الخلايا أو داخل الخلايا نفسها، ومو شرط دائما الزيادة ما CO2 مرتبطة بزيادة الأكسجين، أوكي، العفو بقلة الأكسجين. يقول لك إلا بحالة إنه الهايبوكسيا هاي صايرة بسبب زيادة العفو بسبب قلة التنفس. يعني أنت إذا عندك هايبوفنتيليشن بدال الهايبر، يعني اذا عندك هايبو معناه ده يجيك اكسجين قليل، ف يعني تستهلك الاكسجين اللي ده يجيك، وها هي ده يطلع لك CO2 بس ما ده يجيك اكسجين يعوض عن اللي ده يصير عندك هوايه. فهنا راح تكون الهايبر كابنيا مرتبطه بقله الاكسجين. فيقول لك العلاج مالتها ان نسوي pulmonary ventilation اعلى، اوكي. يعني ايه سوى؟ احنا عندنا هايبوكسيا سببها شنو؟ سببها الهايبو فنتيليشن. فاحنا شلون نعالج الهايبو فنتيليشن؟ نسوي هايبر فنتيليشن، اوكي. فمن سوينا هايبر فنتيليشن عالجنا الهايبر كابنيا. مسبباتها احنا شنو عندنا؟ الهايبر كابنيا هو احنا المفروض بالالفيولاي عندنا 40، اوكي. ضغط مال سي او 2، وبالدم لازم عندنا 45، فلازم هذا يعبر لهنا. فما اعرف ياهم من عندهم بالضبط، راح يخرب يصير 60 او الى 75. اعتقد اللي داخل الدم ممكن، اي هو اللي داخل الدم صح. فيعني هاي هذا الخارج راح يظل 40 اللي بالالفيولاي، وهذا بدل 45 راح يصير هيك شيء 60 أكثر، 80 100، حصير كلش عالي. فهاي يقول لك لها تبعات، إذا وصلت 60 إلى 75 تقريبا الشخص راح يقوم يتنفس كلش قوي، يسموه air hunger يعني جوعان هواء حرفيا. يتنفس كلش سريع وكلش غميج، يعني شيء مثل مخبل. إذا يوصل بين 80 إلى 100 الشخص راح يقوم يحس بخمول، وبحاله يكون يعني ايش عبالك راح يغمى عليه، يعني تقوم تحاكي يصفون هيك شيء سيمي كوماتوز. واذا يوصل تقريبا 120 إلى 150 فهذا راح يطق ويموت. ساينوسيز اللي هو مرض اسم حرفين اسمه الازرقاق، الازرقاق هذا هو بلويش ديسكولوريشن، يعني انت جسمك هسه هذا الطبيعي اللي تبع على ايدك مثلا تشوف بيها احمرار، ف بدل هذا الاحمرار راح يصير ازرقاق. سبب الاحمرار اللي عندك هو انه صبغه الهيموغلوبين ويا الاكسجين تعطي لون احمر، احمر شو اسمه برايت يعني، اوكي، يعني شو نسميه، يعني عكس الداكن. بالمقابل اذا بس اكو بس هيموغلوبين وحده او هيموغلوبين مرتبط بسي او 2 راح يكون عندك ازرق داكن، العفو احمر داكن. هذا الاحمر الداكن على الجلد يطلع ازرق، هاي الفكرة يعني. يعني بدل الأحمر غير الداكن يصير عندك أحمر داكن بالجلد يتباع أزرق. يقول لك سبب هذا الإزرقاق هو زيادة الدي أوكسجينيتد هيموغلوبين، مثل ما قلت الهيموغلوبين اللي ما عنده أكسجين اللي مرتبط بسي أو تو أو ما مرتبط بشيء. بالكابيلاريز تظهر شوكة ما يكون عندك أكثر من 5 جرام من الديوكسيجينيتد هيموغلوبين. إحنا عندنا قلنا 15 هيموغلوبين جرام بالمية مليلتر، وقلنا لازم يعني يرتبطن أغلبهن بالش اسمه بالأوتو. فيعني إذا 5% من أدها يعني تقريبا شقد يعني 30% من قيمة الهيموغلوبين اللي موجود عندك بالجسم ديوكسيجينيتد، فراح يبدي يصير إزرقاق. فهي على نوعيتين، أكو بيريفرال وأكو سنترال. البيريفرال تقريبا طبيعية إلى حد ما، فيقول لك هي تكون بس بالجلد اللي هي نهايات الأصابع يعني واللبس، عدا الميوكوزا.
يقول لك سببها انه اكو عندك فازو كونستركشن بال يعني الشرايين اللي نهايه الاصابع. ليش؟ بسبب البرد، يعني ردة فعل من الجسم تتقلص الاوعيه الدمويه. بالمقابل راح يقوم يطلع عندك اوتو، بس ماكو دم دي يوصله حتى ياخذه. فهو ده اقول لك هي في الشغله يعني فيسيولوجيكال طبيعيه المفروض بسبب تعرض للهواء، وممكن تكون يعني واحده من الاشياء اللي يعني تكون دليل على واحده من امراض القلب. انا مثلا العمليه اللي انا كنت بسويها كان عندي فتحه بالقلب، فعدي الدم ليعبر بين البطينين فدا ينخبط الدم، يعني دم عندي المفروض غير مؤكسج يصير بالبطين الايمن والمؤكسج يكون بالبطين الايسر، بس انا مفتوحه يعني الحاجز اللي بيناتهم مفتوح فمخبوط الدم، لهذا الدم اللي يوصل للاطراف مالتي مخبوط صاير قليل الدم المؤكسج. فالمفروض اللي مثل حالتي عندهم تكون اظافرهم زرق، شفايفهم زرق، انا وقتها ما صارت عندي هالحاله. ف لو واحد مثلا دكتور شايفني بالشارع قبل شايف عندي هذا الازرقاق كان قال لي قبل روح دكتور شوف وضعك، بس انا ما صارت عندي اي واحدة من يعني الاعراض من مرض ماتي الا بالنهايه. يلا بالنسبه للسنترال، سنترال الخلل مالتها بالتشبع، يعني هنا قلنا انه فازو كونستراكشن، بس هنا اكو خلل بالتشبع مال الهيموغلوبين، تشبع مال الهيموغلوبين بالش اسمه بالاكسجين arterial saturation. هذا الشيء راح ياثر على الجلد واكيد على اللبس، وياثر هنا بعد على الميوكس همينه مال ماوث. هنا شنو الفرق يعني مال بيرفرال؟ ان انت داخل مال ماوث مالتك يعني وورم كل احوال، يعني توكي اصابعك تبرد، بس داخل الحلق يبقى حار من الهواء من شو اسمه افرازات من العمليات اللي دسنا عندك الميتابوليزم، وهاي كلها تظل حاره. فانت اذا عندك خلل بالتشبع اصلا مال الاكسجين معناها ما يوصلك اكسجين بالشكل المطلوب، فعندك هواية دي اوكسجينيتد هيموغلوبين، فحتى الميوكس راح يقوم يبين عليه ازرقاق لما بيه ذاك الاكسجين. فهذا الشيء ممكن يبين بحاله مرضيه اسمها ساينوتيك كونجنيتال هارت ديزيز. الشفت مالته ممكن يكون للرايت للليفت، ممكن باي يعني باي حاله، كذلك ممكن اكو غير امراض تسبب هذا الشيء. ساينوسيز اذا تردون فد مثال عليها، اكو رجال واحد سعودي من هذول المتسلقين الجبال قبل سنة سنتين ما أدري طش إيده تقريبا 4 أصابع صارت عنده سودة هيجي واضطروا أن يقصوها. هاي سببها هو أنه الدم يعني مجرى الدم انقطع، فش اسمه بالبداية صار عنده زرقاق هو يعني طبيعي الحد ما يعني كلش كثر هو بالبرد، فالحد ما قام الدم بعد أبد ما يوصل للخلايا الخلايا قامت تموت، صار بيها نكروسيز اسكيميا همين صار عنده، فطقت أصابعها هي بعد فما لها أي علاج كانت. فهذا مثال على البيرفرال بسبب الكولد. وينه؟ هاي الكولد. ايها هي شكراً.